الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الأحد 16 أيلول. رح منكون طبعا على موعد مع مجموعة من التقارير، وضيفنا لليوم هو الدكتور محمود الزباوي، باحث وأستاذ جامعي. لنقوم معه بجولة على زمن الفن الجميل من خلال كتابه نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية، والأمسيات اللي عم بيقدمها بدار النمر للفنون والثقافة ضمن مبادرة دار سمع. ولكن قبل ما نطلع على كل هالتفاصيل، بداية الحلقة بتكون مثل كل صباح مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية، ورح ناخذ اتصال هلا لناخذ أكيد تفاصيل أكثر عن طقس اليوم، كيف رح بيكون معنا خلال الأسبوع. ألو. ألو، صباح الخير. صباح النور يا هلا. مين معي؟ عباس عبيد. أستاذ عباس، كيفك؟ تمام، كيفكم أنتم؟ نحن منيح، تفضل. الطقس رح يكمل كما كان امبارح مع ارتفاع محدود او بسيط خلال الايام القادمه بالمناطق الجبليه والداخليه. المناطق الساحليه دون تعديل يذكر، وطبعا المرتفعات في تكون للضباب خاصه خلال الفتره الصباحيه والمسائيه. نعم. درجه الحراره المتوقعه اليوم على الساحل تتراوح بين 24 و 30 31 درجه، فوق الجبال بين 15 و 26، وبالداخل بين 16 و 31 درجه. بالنسبة للرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 55 و 75%، والبحر منخفض ارتفاع الموج، وحرارة سطح الماء 28 درجة. اوكي، هيدا كل شيء. شكرا على وقتك، بنتمنى لك نهار حلو. صباح الخير جوال. صباح الخير بيارات لك، لكل اللي عم بيتابعونا. مثل العادة نهار الأحد صحيفتين بس بيصدروا صباحا، رح نعمل جولة على أبرز عناوينهم. رح نبدأ مع عناوين صحيفة الحياة لليوم الأحد 16 أيلول 2018، وبعنوان الرئيسي: برلمان العراقي يفكك العقدة الأولى ولوائح إيرانية لملاحقة ناشطين في البصرة، انتخب رئيسه والحشد الشعبي شكل ألوية احتياط. موسكو تتخطى خلافاتها مع أنقرة، موغيريني وديمستورا لمنع هجوم ضخم في إدلب. طهران تلوح برد يتجاوز التهديد بإغلاق مضيق هرمز. اتهما بالتلاعب بالبورصة المصرية، نجلاء مبارك إلى السجن مجددا. جزائريون يتظاهرون في عاصمة المحروقات طلبا للعمل. تونس الحزب الحاكم يجمد عضوية رئيس الوزراء. منظمة الدول الأمريكية لا تستبعد تدخلا عسكريا في فنزويلا. دليل التنمية البشرية بشرى للخليج وهيمنة عربية على الأكثر تراجعا. وبختم مع العناوين اللبنانية: جنبلاط يشبه باسيل بصهر ترامب، الراعي خائف على اتفاق الطائف ويؤيد حكومة لبنانية حيادية. من الحياة إلى الشرق الأوسط، الحلبوسي رئيسا لبرلمان العراق بدعم من الحشد، بروز عبد المهدي لخلافة العبادي والاتحاد الوطني الكردستاني يستبعد برهم صالح. عرض روسي بعملية محدودة ودقيقة في إدلب، أنقرة متفائلة بقمة بوتين أردوغان في سوتشي غدا. وزير الدفاع الجزائري السابق اتهم بن جديد بالتستر، خالد نزار في مذكراته: صدام قتل بن يحيى. الإمارات تطالب بتحرك أممي لوقف التسليح الإيراني، الحوثي يختار عمه لخلافته. ظريف يهدد برد إيراني أبعد من غلق مضيق هرمز. جدل واسع في ليبيا بعد اتهامات مبطنة لنجل حفتر. وختاما، جهاز MA6 خطط لفتح الزعيم العمالي أمام الملكة لو فاز برئاسة الحكومة. الاستخبارات البريطانية شكت في تجسس مايكل فوت للسوفيات. ومع هالعنوان من الشرق الاوسط بنكون عم نختم جولتنا على صحيفتين صدروا مثل ما ذكرنا اليوم صباحا ببيروت، لننتقل مباشره الى اول تقرير من دار النمر للفن والثقافه اللي اعاد عرض فيلم بيروت يا بيروت للمخرج الراحل مارون بغدادي. الفيلم تصور عام 1975 من بطوله احمد الزين، عزت العلايلي وجوزيف نصار، وبيتناول بيروت بمنتصف السبعينات على كل تناقضاتها السياسيه. تقرير. أنا وأنت التقينا بمكان واحد، التقينا بأشياء، وين صارت هالأشياء؟ أتقن اللغة السينمائية، وكل فيلم من أفلامه تميز برؤية خاصة بصمت اسم مارون بغدادي بعالم الإخراج.
رحل مارون جسدا وبقيت أعماله حاضرة حتى هالزمن، وبهالشهر هناك استذكار لأفلامه وتحية لروحه. مارون بغدادي لو استمر بالحياة كان عامل رائد للمجتمع للمستقبل، نظرة الحياة كيف بتكون. الخبر وصلنا الكل واحد واحد، ما في حدا ناقص. هالبلاد ما بترتاح لأنه القضية أبعد من هيك بكتير. بعد ضرب المطار امبارح بعد في حالة بتهدى. عنده بفيلمه أوقات سكوت مدروسة بشكل ملحظة، يعني ملفتة للنظر وللسمع، وحسيت قديش في مخرجين بيحاولوا يجربوا هيدا الشيء وما كتير بينجحوا. يمكن لو بقي وشاف شو صار بلبنان كان أكيد يمكن عمل تأثير كبير. بيحكي واقعنا، بلامسه، بلامس الحرب. إذا شاب مثلك متعلم ومثقف ما فهم، مين بده يفهم؟ هيك بدنا نترك الحي والمنطقة متخلفة؟ ليش ما نعمل بنايات، نفتح طرقات، نعيش الناس بالقرن العشرين؟ هيك الحضارة. إذا كانت الحضارة معناها تشويه عاداتنا وحياتنا اليومية، هيدي مش حضارة. شو هالحضارة اللي بتطرد الناس من بيوتها؟ دار النمر يلي عرض الأسبوع الماضي فيلم حروب صغيرة يكمل عرض أجمل أفلام مارون، وبيروت يا بيروت الفيلم الروائي الطويل الأول لبغدادي كان جزء من هالعروض. بيروت يا بيروت اللي بيشخص ثلاث شخصيات، المسيح المسلم الجنوبي، فجأة بيختلطوا بمكان وكأنه مارون عم بينبئنا بقدوم الحرب الأهلية. صدف أنه عرض وحيد بال 13 نيسان 75 واندلعت الحرب، نعرض عرض وحيد ونظلم هيدا الفيلم. وجوده بهداك الزمن بتخيل كان سابق عصره، يعني بالنسبة لنا عم نحضر هالأفلام حاليا فيها تنعمل هلأ بنشوفها كتير حلوة وكتير مهمة، كيف إذا كانت معمولة بزمن مارون بغدادي. مش قليل صرت تحكي بالسياسة كمان. بهالشهر الخاص لمارون بغدادي تتحسر السينما اللبنانية على غيابه، ويشتاق الناس لأفلامه وقضاياه الوطنية. كم من الناس اللي بعده عم يتوافد اليوم بفرجي قديش أفلامه بتصيب وقديش بالسخرية اللي هو شاطر فيها، بالهزلية اللي هو شاطر فيها، قادر يحكي بأشياء جدا عميقة بتمسنا كلنا. نحن عم ننطر أنه ينعرض له كل أفلامه، وبالنسبة يعني أنا بالنسبة لي هو حدا من صانعين السينما اللبنانية. حرام ينسمع عنه، ينعمل له تسويق أكتر لأفلامه لشغله لعمله ويمكن لرسالته. خلص كل الأشياء صارت مثل بعضها، ما عاد في شيء مهم. آخ يا بيروت. جولة فنية وثقافية منبلشها من خشبة مسرح المدينة يلي رح تستقبل عرض مسرح جديد بيحمل عنوان كل شي طبيعي يا عبدالله. الأعمال من تأليف وأخراج محمد دايخ، من بطولة وسام صباغ، فرح الكردي، حسن النابلسي وفاطمة محمد. العروض بتنطلق الخميس بعشرين الشهر وبتستمر لمدى أسبوعين. هيدا بيت، هيدا بيت زال زال، سألهم الله يوفق. كل شيء طبيعي يا عبد الله على مسرح المدينه من 20 ل 27 ايلول. ننتقل الى الجاردن ستيت بسن الفيل يلي رح يستقبل اليوم امسيه لكل محبي الروك مع الفرقه اللبنانيه ذا وانتون بيشوبس، والابواب بتفتح ابتداء من الساعه 7:30 مساء. Ich dachte,
من الجاردن ستيت الى الانديو وتحديدا الانديو سيني كلوب يلي بتنظمه فونداسيون اميل شاهين للسينما. الموعد بكره مع عرض فيلم ران لولا ران. هالفيلم من اخراج توم تيكوير وانتج سنه 1998. فيليب عرقتنجي كلنا بنعرفه كمؤلف وكمخرج سينمائي، ولكن هالأسبوع رح نتعرف عليه كمصور فوتوغرافي. Obsessions هو عنوان المعرض الأول يلي رح بيضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية يلي قام فيليب بالتقاطها على مدى سنوات. هالمعرض رح بيكون بالفري بيروت بشارع عمر الدعوق ورح يستمر لغاية 25 أيلول. بيفتح أبوابه يوميا من الساعة 12 ظهرا لغاية الساعة 7 المساء. وذكر فيليب عرقتنجي أنه هو رح بيكون موجود كل يوم وكل الوقت بهالمعرض. فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الألماني لازالت مستمرة بسينما متروبوليس سوفيل، واليوم الموعد مع عرض فيلم تيست أوف سيمنت للمخرج زياد كلثوم، والعرض رح بيكون بتمام الساعة 8 المساء. ريحة الشمنتو لساتها براسي مع ريحة الموت. هربت كان عتم، وفجأة لقيت حالي هون بحفرة تانية تحت الأرض. فراس عنداري يغني كارم محمود، وذلك بإطار نشاطات جمعية عزة مزهر للفنون. الموعد رح بيكون ب 22 الشهر بالنعمة. والختام مع محبي الجاز، واليوم موعد مع سيما عتيم كورتيت يلي رح بيقدموا أمسية بالناو ابتداء من الساعة 10 مساء. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. اليوم الأحد ومنبقى مع محطة من الزمن الجميل. هالأسبوع اخترنا أغنية ياما القمر على الباب للمطربة فايزة أحمد. هالأغنية يلي أثارت جدل كبير بوقتها بالأردن ومصر من كلمات الشاعر مرسي عزيز وألحان الموسيقار محمد الموجي يلي شكلوا سوا ثنائي مهم بمصر، كما وقدمت أغاني عديدة من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب أهمها ست الحبايب ويا غالي عليا. الفنانة الراحلة فايزة أحمد بنت صيدا تم تكريمها بختام مهرجانات صيدا من بعد 36 سنة على وفاتها. منبقى هلأ مع أغنية ياما القمر على الباب. يما القمر على الباب نور أناديله، يما القمر على الباب
ومثل كل نهار أحد كمان موعد ثابت مع زميلتنا وردة لنأخذ منها تفاصيل عن حلقة اليوم من المجالس بالأمانات. صباح الخير. صباح الخير تيارات وصباح الخير جوال، يعطيكم العافية. أما عن عناوين المجالس بالأمانات لليوم، فأولا أمام المحكمة كلام كبير هز الضمير. عنوان آخر كيدية الأقوياء من يحمي الأكفاء. بين العناوين تفسير الدستور ممنوع المرور، وفي الخاص يا دار دوري فينا. أما عنوان اللقاء حماية لبنان أولا كيف؟ الجواب مع مستشار الرئيس سعد الحريري دكتور نديم الملا ضيف المجالس بالأمانات. إلى اللقاء 8:30 إذاعة الشرق. شكرا لك. أخبار الصباح. أهلا وسهلا. رح نرجع مرة جديدة لعن جوال لناخد فكرة أكثر عن وضع الطرقات حاليا. من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير معنا المشغل الياس الحصان، معه نعمل جولة على الطرقات اللي مفروض تكون هادية ورايقة مثل كل نهار أحد. مرحبا الياس. أهلا، كيفك؟ الحمد لله، أنتو كيفك؟ في شيء أي شيء استثناء على الطرقات؟ لا ما في أي استثناء. يلا بنعمل جولة. حركة سير عم تكون طبيعية، منبلش من دبي، حركة سير جدا طبيعية، بتضلها مكفية هيك باتجاه أنت الياس. نعم. من أنت الياس أيضا عم تضلها مكفية هيك باتجاه الدورة، من الدورة وصولا إلى الصيف أيضا حركة سير عم تكون جدا طبيعية. نعم. بالنسبة لبولفار سن الفيل حركة سير أيضا عم تكون طبيعية باتجاه الصالومة وصولا إلى جسر الواطي، وعندنا من المدخل الجنوبي سبورت سيتي أيضا حركة سير عم تكون طبيعية باتجاه الكولا وصولا إلى نفق سليم سلام. أما المدخل الشرقي الصياد حركة سير أيضا عم تكون طبيعية باتجاه أوتوستراد الرئيسي من لحود، وعندنا على العدلي أيضا حركة سير طبيعية. نعم. لابد من الإشارة أنه نسجل عنا خلال 24 ساعة الماضية 12 حادث ناتج عنهم 14 جريح للأسف. أما بالنسبة لمخالفات السرعة زيادة الرادار تسجل عنا 1087 مخالفة بال 24 ساعة. عالية منيح نسبة مخالفات السرعة. مزبوط. يعني كان صار لفترة تحت الألف. مزبوط. حتى امبارح كان تحت الألف واليوم زادت، يعني بالويكند دائما عم تزيد. ايه لأنه الطرقات بتبقى فاضية فاضية وفي الناس عم تظهر كثير. طيب الياس، نحن مع بداية الموسم الدراسي وبنشوف شوية تغيير على الطرقات، يعني بتصير تعجق أكثر الصبح، تخف العجقة بعد الظهر، قديش هالشيء عم تلمسوه على الطرقات خصوصا إنه اليوم الأحد يعني العالم بتسرب على بيروت، بضل في نفس العجقة مثل العادة؟ أكيد بيكون هلا بتزيد نفس العجقة، بتزيد العجقة بسبب المدارس، بسبب الباصات الصبح وحتى بعد الظهر، يعني كل العالم بتكون راجعة من المدرسة كمان بتزيد العجقة، وعطول القوى الأمن عم تكون جاهزة للتنظيم السير. أوكي. وعندنا بنتمنى من جميع السائقين أن يلتزموا بقانون السير، وبنطلب منهم يتابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر @يمسلبنون او على الفيسبوك غرفة التحكم المروري لنفيدهم كل جديد عن وضع الطرقات، وهذا كل شيء حتى الساعة. اوكي، شكرا لك الياس. بكره جولة جديدة اكيد مختلفة لانه رح يكون في عجقة، وبكره نهار التنين مثل كل بداية الاسبوع. شكرا على وقتك، يعطيك العافية. الله معك. فاصل جديد نرجع من بعده لمتابعة اخبار صباح، خليكم معنا. صباح الخير عن جديد. بتقريرنا التالي رح نسلط الضوء على مشكلة مستجدة عم بتهدد لقمة عيش صيادي السمك، فانتشار سمكة النفيخة السامة عم بيسبب ضرر كبير على الثروة السمكية وحتى على معدات الصيادين وشباكهم. لمعرفة شو هي هالسمكة ومضارها منتابع سوا هالتقرير لزميلنا خالد أبو شقرة. النفيخة أو المنفخ أو غيرها الكثير من الأسماء تطلق على واحدة من الأسماك السامة اللي بدأت مؤخرا تجتاح الشواطئ اللبنانية وتزيد من مشاكل الصيادين، فبالإضافة إلى كونها سامة وخطيرة على الصحة فهي بتاكل الأسماك، بتمزق الشباك وبتسبب الكثير من المشاكل بالبحر. السمكة هي أساسا لأنها مثل كانسير بالبحر. كيف الكانسير؟ هاي مثل كانسير. شو بتحط عدي بالبحر؟ سنانير، تاكل السنارة، تصور يعني سنارة حديد بتقرقشها، تعملها اثنين قد ما قوية. ايه ما عم نلحق خيطان صراحة، يعني كل يوم يعني هون الدكانجي ببيعنا نحن خيطان، بدنا كل يوم 3 كيلو 4 كيلو خيطان شركات، يعني كل يوم
كل يوم كل يوم ما في نهار بيمروا ليك كيف نقعد منربطهم كل يوم تقطيع كت 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 مثل شيء مثل سكينه مثل مقص اللي عنده شباك وين في سمكه على العين بتجي بتكدشها بتعمل له خزق كبير ايه في كثير يعني عم بطلع لي 20 وحده منهم صغار يعني بذرتها يعني صارت موجوده هون هذا بس تصطاده بينتفخ بصير كبير بينتفخ بس هو ما بيتاكل ما بيسوى يعني بيعمل تسمم للانسان ايه على الزباله بيتكاثر هو في له موسم بيجي فيه بحسب الصيادين فإنه هالسمكة غريبة عن بيئتنا البحرية والروايات عن مصدر قدومها تختلف من شخص لآخر فالبعض بيعتبر أنه لإسرائيل دور بإرسالها لشواطئنا خصوصا أنها بدأت تتكاثر بعد عدوان تموز والبعض الآخر بيعتبر أنها بتلحق السفن القادمة من مصر بزرة زتوها بالبحر من 4-5 سنين تقريبا ما حدا نعرفين مين هلأ بيقولوا أنه اجت من الفيضانات تبع البحر لما بيكبر البحر كتير اجت من المحيط ايه لانه ما انا موجود يادي ببحرنا كانت ايه اجت وتكاترت وتلت الدنيا وبتخلف وبتفقس عنا صارت متلية الارض نرجع نشكر الدولة هي اللي جابتها على لبنان ليه؟ لأول ثروة السمكية بس ما عارفين انه هي سمكة المئزية ياما النائب ياما وزير ياما بول ياكوبيان اجيت واجيت بنته لميشيل عون الله خلينا صحتهم كلهم كويس اجوا بس اذا هن ما قادر سوي انا اذا هون قعدت صرخت انه في زباله في هيدا شو بيعملوا بحطوا لي على السياره بيقتوني القضاء على هالسمكة أصبح اليوم مستحيل فهي تكاثرت بكميات هائلة ولا أحد بيصطادها والحل الوحيد هو تعلم طريقة اصطيادها وطهيها وإضافتها إلى المأدبة اللبنانية عاملين عليها ريسيرش من الأساس برا باليابان بيكلوها بدها 5 سنين دراسة لينطفوها وما بعرف شو شوفوا لها حل بالصين باليابان عم بيكلوها شوفوا لها حل ويتصيدوها لو بيكلوها بيخفوها من هالخطر يلي عم بيهدد الثروة السمكية إلى معرض جمع أكثر من 30 فنان بفيلا سورسو وذلك توزعت أعمالهم بين الرسم والنحت والحرف وتذوق البيض. هالمبادرة بتضوي على المواهب الجديدة وتسويق المنتوجات اللبنانية. تقرير بيلقى الضوء. فيلا ليندا سيرسو العريقة الأثرية والتراثية المعلم الأساسي لعاصمة بيروت ومنطقة الأشرفية اللي بتفتح أبوابها دائما لاستقبال نشاطات سقفية وفنية مؤتمرات وطاولات مستديرة استقبلت هالمرة معرض جماعي لأكثر من 30 فنان من رسامين لحرفيين صانعين نبيذ نحاتين وغيرهم خلال نهار واحد فقط 12 ساعة تمكنوا من خلالهم الحضور بالتعرف على أجدد المستحضرات والمنتوجات الحرفية اللبنانية 100% من خلال معرض سالون ديغو أو سالون تذوق الشغل اليدوي احلى شغل اكيد هون عندنا جولي لولا جولي لولا از لبنيز انترناشونال براند ذا ديزاينز ار ميد باي ناتاليا المتني هي اول شخص اطلق الفكره تبع البلت كلتش الساك سنتور بعمل الديزاينز وانا حتى بجمع من بعد القص بجمع الايتيمز بشتغل كاستمايزد ايتيمز وعندي ارتيكل كلها خاصه بالديزيكون بلشنا من سنه
عم نشتغل اشياء بالريزين، بنخلط بين الخشب. نن الازاز ملون اللي النورو سيكلاب اللي عاملينها طاوله، فكره كثير حلوه. معرض كثير حلو، في كل انواع هيك البسه و واين. المحل الوحيد يلي بيجمع كل الاطراف في لبنان، وفي افكار كثير حلوه. تسليط الضوء على الديزاينر الجدد والقدم، ترويج آخر أزياء ومنتوجاتهم، تبادل خبرات وتعريف الناس على المواهب اللبنانية، كان الهدف الأساسي لمعرض سالون ديجو لقدم خيرة الحرفيين بالبلد بإطار ساحر وجميل بفيلا ليندا سيرسو. هيدي الفكرة تبعيت الهوم أبيانس، إنه عم نجي نجيبهم من برا، ونحن عنا عم نقدر نعمل إسانسات كتير حلوة وخلطات كتير حلوة. كل ما يكون في معارض كل ما أحسننا، لأنه بتعرفي أول شيء الناس بيعرفوا شو تندانس شو الموضة، بعدين تشجيع لنا، بعدين بنصير بنعرف. فولي معمولين من الكولد بورسلين، هذه مادة بتنشف على الهواء. قررت اخذ فكرة جديدة عن الجزدين، يلي هو جزدين شقفة جلد وبينحط فيه اي شيء بدك اياه. بشتغل كولاج دو سيرفييت اي ديكوباج على كل شيء قطعة خاصة بالبيت. كثير حلو، سبيشلي الهاند ميد ثينجز اللي بيشتغلوا لاسوسياسيون. بالفعل بجنن المعرض. بشوش على عقلك بشوش لحسن تنجن، على ايه تشكي مررت العشية مغيرك زين. انا قدام الدنيا وهي دنيا احلام، غير عايش رغم على طول أيام، وإن جاتني حد أسيا أنسى ونام، وألاقي قلوب حواليا تعطف وتحن. يعني رح سمي كم اسم تتاخدوا فكرة كيف معقول تكون المقابلة. عم نحكي عن نور الهدى، صباح، سهام رفقي، نورهان، سعاد محمد، نجاح سلام، وداد وغيرهم. هن بطلات كتاب الدكتور محمود الزباوي، باحث وأستاذ جامعي، اللي بيحمل عنوان نجمات الغناء بالأربعينات اللبنانية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أنت كاتب بطبيعة الحال، كمان عندك 8 إصدارات بسبع لغات مختلفة، بميدان آخر مختلف كليا. كليا يعني هلأ عم نضوي على ما بعرف قطاع جديد. يعني أنا بلشت أكتب من فترة بهذا الحقل، ما قلت لا من عدة سنوات، بس طبعا أني فوت أعمل كتاب كانت قصة شوي، حتى أنا كان عندي حذر لأنه بتشوش يعني القصة، أنه كيف أنا بالأصل رسام من أنا وعمري 18 سنة، عملت كارير كرسام ورجعت صرت باحث يعني مؤرخ فن وشغلتي واخذت دكتوراه من سوربون يعني، وعندي سبع كتب كلها صدرت يعني برا. يعني ما عم تتعدى على المصلحة. لا هلا هو فن بس فن مختلف. بيني وبين نفسي لقيت موديل كثير كبير اسمه أنري إيريني مارو، يعني هذا أكبر عالم مسيحي كان، وكان عنده شعر المسيحية بسوربون، فهو مؤسس مثلا اكبر اديسيون للنصوص الابائيه سوشكتيان. بس هي أنري إيريني مارو كان عنده اسم مستعار تاني أنري دافيتون، عمل فيه
عدة كتب موسيقية، ومش عن باخ وبيتهوفن وكذا، لا عن الأغنية الفرنسية. يعني أكبر خبير مثلا بأغاني الترومبادور اللي هي مثل الأغاني الشعبية عندنا بتكون الوسطى، وبالأغنية الشعبية بمطلع القرن العشرين. دكتور زباوي، فأنا أخذته مثل، قلت يلا خلينا نقول على المقدمة، يمكن لأنه أنت الكتب يلي أصدرتها قبل كانت بتتناول الفن عم المسيحي. يعني بعد هذا الكتاب طلع الكتاب كمان يعني جاي من باك جراوند يمكن ديني من هيك ترددت فن. لا لانه بحب الغناء بس ما كنت اكتب فيه، بس يمكن لان استاذ جامعي صار طبقت منهجيه جديه بالبحث خلتني ما عم بقول انا ميوزيكولوج بس بتاريخ هذا المسير. لا بدون ما تغير اسمك بالضبط. لا بدون دكتور خلينا نحكي شوي عن الكتاب لانه عن جد مميز. وحسب ما كنا عم نحكي في اخبار غريبه عجيبه ما كثير بنعرفها عن فنانات. نحن ما عم نحكي بالكتاب عن فنانات لبنانيات، عم نحكي عن الفتره اللبنانيه او تلبنانو. يعني نورهان مثلا مش لبنانيه بس عشت بلبنان، جوزت محمد سلمان كل شيء. مثلا زكيه حمدان اكيد هي مش ميل سوريه بس عايشه بلبنان كل عمرها، كانت موظفه بالإذاعة. يعني عم نحكي عن الحاله اللبنانيه بهالفتره. ووالدتها تجوزت ميشيل خياط، يعني كان احد اعمده الاذاعه، فنشات هون وعاشت هون كله. فهيدا السبب انه الاربعينات اللبنانيه. كمان لما بنقول غناء لبناني، هل مغنية؟ طيب سي عم رفقي لبناني من طرابلس بس غناء بدوي ومؤلف وملحن. في كثير ما بيعرفوا مين هي سي عم رفقي، لانه هيدا شيء كتير مشحف معروف بالتاريخ الفن. يعني ممكن نجمة تلمع 5-6 سنين ترجع تنطفي، يعني ممكن تصير رقم واحد وترجع تدخل بالنسيان كليا. يعني أكتر كا مثلا بقدر أقول حالي هيك تراجيك نور الهدى. نور الهدى إير لا بس بعدها أحسن من سهام رفقي. بس خلينا اعتزلت ودخلت بالنسيان. لا اعتزلت بطلت، اعتزلت بقوة هاي مش عم رفقي غلط. لا هاي مين هذا عم قلك؟ هاي مش سيرام. مين هاي؟ هيدي هيدي لا هاي مش مغير. مين هيدي عم بتأدي أغنية لها؟ لا لا طيب. بس هاي مش ميجا بس عم نحكي عن هيك موضوع. بس لحظة سهام رفقي مسكت الأفلام بس ضايعين. أوكي شو غنت سهام رفقي؟ يمو العباية أشهر أغنية. يمو العباية نحن أوكي. عملنا مع الكتاب 4 CD وكلهم أغاني مش موجودين بالإذاعات. طب يعني كيف حصلت عليهم؟ هل بدي أسألك يا المرة عن طريق الديسكيت اللي طلعت بهذه الفينيل يعني اللي قبل الفينيل الحجر. إف. يعني نحن بعصر ما في فينيل بعد. كيف لقيتهم؟ بالبحث يعني ما بعرف سوق الأحد مقتنيات بين ما بين بين مجموعات خاصة بين سوق الأحد. إيه هلأ صار كله يعني اللي بيبحث بيلاقي، يعني لوم البحث أسهل من قبل. طب كنوعية قديه بعضهم محافظين؟ لا ما هي صار فلتر على الصوت وصار نقلهم ديجيتال وتحويلهم لسي دي كان عملية، عشان هيك تأخر الكتاب الحقيقة العمل على الـ4 CD. طيب خلينا شوي نحكي عن الكتاب وندوي على كم هو فنانة. محاولة كنت عم تحكي عن نور الهدى. هن مرحلة ما هو كلهم طريق وحدة؟ ايه يعني تتقاطع طبعا وتتشابه الى شكل كبير. يعني نحن شو الفكرة الاربعينات اللبنانية؟ هاي نور الهدى بس نور الهدى بالستينات. تشبه سعاد محمد؟ بتشبه بتمثل اللي انتحرت يا الله خلي بالك من زوز وشو اسمه؟ سعاد حسني. سعاد سعاد حسني نو مبالغ بتشبه شوي. إذا انتحرت لا قل لي كيف. يعني هن ببلشوا هون حدا بيكتشفون، يعني ببلشوا طريق الغناء. كانت إذا بدك المدخل، ما كان في تلفزيون أكيد، كان في الإذاعة. والإذاعة ما كانت بس إذاعة، الإذاعة كانت بمنطق اليوم هي أكبر منتجة أغاني. يعني عند الإذاعة فريق إدارة وعندها ملحن ركن. يعني أنا لما بتوظف بالإذاعة عندي بدي أقدم 3 ساعة شهريا لحن. فهذا ما يفسر ليش كل مطرب بالإذاعة يترك لما بقول لك توفى وتارك 3000 غنية. هيدا يقول لك 3000 غنية كموظف طلع فوق 2000 بالإذاعة. هي هاي سي عمرو. هاي سي عمرو وبعدنا عم نفتش عليها. أوكي فإذا كان تقريبا خط واحد يعني كله سوا كفنانين وملحنين وغنوا. ما كان في بعد شيء تاني، ما في تلفزيون، ما في مسرح بالمعنى المسرح، في
قهوه، صالات قهوه، بس كان معنا نبيل، مش مثل ما هلا انا دغري انا ابن سبعينات، يعني دغري اذا بتقولي لي كباريه دغري بتصور هالافيشات دعايات اللي فيه جاكلين وطروب وملكه الرقص قنبله، لا الراقصه الصاروخيه جيجي عمر، لا ما كان هيك، كان شيء كثير محترم وكانوا يغنوا فيه اصعب الاغاني، اغاني ما عاد مقديها اليوم. طب يعني كانت تجذب، فهني غنوا بلبنان وغنوا نفس المسيره وصيروا مطلوبين على الشام وعلى حلب وعلى فلسطين، كلهم مرقوا بحيفا وحلمهم مصر، يعني في 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 لبنان، سوريا، فلسطين، عراق، كلهم نفس الصلاه كانت تستقبلهم، وحده بتروح تجي وحده محلها، يعني بنفهم اي صلاه حتى هي اللي بنفهم اي مستوى. ايه وكان الحلم دايما مكة الفنانين هي مصر، القاهرة، يعني روح انا على القاهرة وادخل عالم هون. ليش في فنانات نجحوا ونجموا وراحوا راحت على مصر وعملت ثلاث افلام مصر، وليش في منهم راحوا طي النسيان مثل نور الهدى؟ سؤال، اصلا لما بتعملي المسيره وبتعرفي شو نجح بتكتشفي، عشان هيك في قسم كبير بالكتاب جزء تاني كامل عن ست ملحنين، لانه نحن بنقول اغنيه نحكي عن الملحن، بنقول اغنيه لصباح، في حين الاغنيه هي للكاتب والملحن، للملحن بالدرجه الاولى الحقيقه، يعني اللي بيصنع نجاح أغنية ملحن بالدرجة الأولى لحن، يعني إذا هالفنانة رجعت تعاملت مع غير ملحن ممكن بالزبط تدخل طي النسيان بالزبط بسبب هالعمل يلي هي بدها تقدم عليه معه. يعني كان في إكيب خلقت، دايما في فريق، يعني يوسف وهبي تبنى نور الهدى أخذها عن مصر، يعني العرض المناسب بالوقت، مثل صباح، شفنا صباح أو افتتحنا بصباح، صباح راحت على مصر معن آسيا داغر، وقعت هون ربصت بأيار 44 على مصر، وعرض الفيلم بمطلع سنة 45 القلب له واحد. طيب بهل الفيلم ملحنين لمين؟ زكريا أحمد، محمد الأصبجي ورياض الصنباطي، يعني ظروف بتلعب لصالح الشخص المنتج كمان، المنتج اللي هو آسيا هون سخرت حطت هذا العمل. طب دكتور سخيت عليه يعني ماديا، وجدت هو اللي رأوا فيه الكاريزما الشخصية. طبعا طبعا قدرت تلتقي بشي فنانة من هالفنانة؟ إلك زمان عم بتحضر الكتاب يعني أول شيء؟ ما أخفي عليكي، ما حاولت، ما حاولت، لا بس قدالك كان عم بتحضر له، اكتشفت أنه الكلام ما حيساعدني، بالعكس ها يضيعني، يعني قلت لك هلا قبل ما نبلش أنه أكبر حالي وداد، وداد بتروي سيرة من حقيقي، يعني يلي هي بترجعي بهي وهبي، إيه ما بتسأل مثلا ايه، يعني فبتكتشف انه السيره تختلف. انا اذا برجع بيطلع لي امتى مره بيظهر بهيه، اسم بهيه وهبي 46 بيبي كان اسمها، بعدين ب 48 بتصير بهيه وهبي، بتلمع ب 48 بتصير مرته لعبد الجليل وهبي، بيصير ثلاثي وهبي اللي هن عبد الجليل وهي وفي المو وهبي بالشرق الادنى، وتلمع بتصير اغلى فيلم، يعني اربع كفر بعدين، في حين وداد ما حتلاقي ولا كفر مجلي مع وداد. كيف صارت وداد؟ يعني بعد ما تجوزت، بعد ما طلقت، حتى طلاقها كان مشكل شرعا، ما لو تجوزت توفيق الباشا هون صار في سجال، حتى بين معركه بين عبد الجليل اللي قال بعدها اسمي وبين توفيق الباشا، وصارت بعد ما تجوزت توفيق الباشا خيرا لها اسمها جديد، ما هو غير لها اسمه؟ ايه ايه صار عندها، يلا نسمع هون وداد طبعا، هي ام لعبد الرحمن. شوف اللي بيا اغر حبه هلا مصيبه، هلا مصيبه بدك تقهرني، جرت قبلك غيبي، قبلك غيبي. شوف اللي بيا اغر حبه هلا مصيبه، هلا مصيبه لما ترجع تسالني مش عاجبي والعاجبي، اللي بده يظهر مني ما بيعلم، الله بيعلم تندم. كنا عم نسمع فأذن وداد، خلينا نعمل هيك جولة كمان على باقي الأسماء، يعني اللي ما ذكرت تندم مثلا أغنية لسامي الصيديوي هو الملحن، ومنكتشف أنه لمعه، يعني كان في ثلاث ملحنين بالنكهة اللبنانيين، أولى المني
وفي الموهبه وسامي الصيداوي هن وزعوا الحانهم على هالمغنيات، حتى بنكتشف انه نفس اكثر من مغنيه غنت نفس الاغنيه، ما كان في مثل اليوم. كيف يعني؟ ما كان في يعني ما كان في شو مثل اليوم؟ ما كان في سسام حقوق. ايه؟ كان الملحن يعطي الغنيه كذا مره كذا في الليله. وبتكتشفي مثل ما قلنا لمنطق الاذاعات انه الملحن مسجل هذه الاغنيه بصوت فلاني باذاعه لبنان ومسجلها بصوت فلاني باذاعه دمشق. فحنلاقي في اغاني يعني كثير مشهوره لفنانتين مثلا شو اسمه عائم المناديل اللي هي مشهوره جدا وطلعت اسطوانه بصوت نور الهدى، اكتشفنا بدمشق موجوده باذاعه بصوت نازك سجلها هيك. وفي اغاني موجوده بصوت صباح وموجوده بصوت اوديت كعدو وموجوده بصوت نجاح سلام، يعني كلهم موجودين بالسيديات. ايه ايه ما حطيناهم طبعا كلهم. أوكي. عملنا اختيار بس تعرف هالشيء موجود بايامنا هلا، يعني فعلا بتشتري حقوق وايام الغنيه بس ترجع كفر بتنجح اكثر. ايه من بس قبل ما كان في حقوق فيصير مشكل بعدين. لما صار انضبط صارت مثلا هاي المشكله كان بعده عهد الاسطوانات لا بلشت بمصر بدايه القرض، بس عندنا كسوق اسطواني فعلا بدايه الخمسينات، فصار هالمشكله على اغنيه كانت هبت وقتها هي علومه اللومه تبعت وديع الصافي. فطلعتها شركه بصوت وديع وطلعتها شركه بصوت نجاح سلام وطلعتها شركه بصوت بهيه وهبي ثلاثه. ايه نحن حاطين بالسي دي حتسمع علومه بصوت بهيه وهبي لانه لقينا الديسك تاع بهيه وهبي. ف بالكتاب شو بنقرا؟ نقرا سيره حياتهم، نقرا سيرتهم ايه كيف، والخلاصه انه هولي كيف بلشوا نفس اللي قلتها هي السياره. في اللي راح على مصر نجح، صباح نجاح مستمر، صباح ملفت مع انه كانت مصنفه مش مطربه، يعني صباح كم مرات عملت فحص الاذاعه ولم تدخل الاذاعه وكانوا يعتبروها صوت صغير، بس صارت سوبر ستار وفرضت نفسها ب 52 انه انا بغني احسن كون. وفعلا نفس اللي كاتب عنا محمد سلمان قال انا كنت اقول هيدي صوت صغير، لا انا عم بكتشف انه صوت كبير. سليم اللوزي كمان كان ناقد فني، سليم اللوزي على فكره ما كان كاتب سياسي، فأصوات تحت المجهر هيك بيحكي عن صباح انه صوت صغير بيرجع بيقول لا طلع صوت كبير. طب هيدا مشروع كتير كبير وكتير صعب، عن كم سنة تحضير؟ سنوات طويلة الحقيقة، وبالصدفة يعني انا اهتمامي كان الاخوان الرحباني الحقيقة بنوع خاص، بس انا وعم فتش على بدايات الاخوان الرحباني اكتشفت هالشي، يعني حولت عالم الغناء، لا عالم الغناء حتى بتكتشف انه كتير قصص بيقولوا منصوري لو مش صحيحة، انه اللغة الاذاعة حطت شرط، يعني هذا من ايام رياض الصلح بال46 انه يكون اغاني بلهجة المحلية اللي بنسميها اللهجة اللبنانية. كان درج كانوا عم بيشتغلوا على قصيدة قصيرة، يعني تطويع الفولكلور وتوزيعه بلشوا سليم الحلو، تكتشف كتير قصص، بس الاخوان كانوا الالمع بدون اي استثناء بدون اي منازع. سجل يعني ما بدها سجل. معقول ترجع تعمل كتاب عنهم؟ اكيد. وين صرت؟ اكيد لا، هيدا مشروع عمري الحقيقه، هيدا بقدر اقول نتيجه بحث 30 سنه. طب بالحديث عن الاخوان الرحباني وفيروز، انت ما بتعتبر انه فيروز هي بس حاله لبنانيه؟ لا انا كلهم اثبتت انه هن حاله مشرقيه، يعني نجحوا بين هون وهون وهون، وخصوصا فيروز، يعني اذا هولي كاتبهم مقالات معلش والبدايات فيروز بنتها الاذاعه السوريه، وصار في حزب الفيروزيين بالشام قبل هون، حتى نجيب حنكش كتب مقاله استهجن انه ولو بيعملوا قبلنا، فعمل هو سعيد فريحة حركة تانية مشابهة حزب الفيروزيين. هلا بالنهاية نحن ربحانين بكل الأحوال. ايه طبعاً طبعاً. وين ما عملوا أحزاب فيروزية. بس خلينا نقول إنه في هالغناء، حتى لما بنقول إنه في شيء ملفت، يعني مثل ما بيقولوا قال سحاب مزبوط، الغناء العربي هو الغناء المصري واللبناني، بمعنى نحن ما بنسمع غنى عراقي، ما بنسمع غنى مغربي، ما بنسمع غنى تونسي، بس المغربي والتونسي والعراقي بيسمعوا اللبناني. بالحديث عن بيت سحاب، الياس سحاب هو يلي كتب مقدمة الكتاب. بالضبط. اوكي. طيب خلينا نسمع فيروز لانه نحن بدنا حجة نسمع فيروز. المراكب والقطط الغراية غنية السفر والذهب والهوى بالشوارع والقمر الهداية عم يزرعوا الفرح والدار بيتك الطقوني يا زهرة الخجوع
نهوان كمان بتضيق لانه كلهم راحوا لعندها وحكت، فبس لما بترجع للصحافه لا مش هيك بلشت نهوان. طيب نحن كيف بنعرف انه يلي عم تحكيه هي غلط والصحافه اللي كذبته صح؟ لانه الصحافه هي اللي رافقت، انا هيدي علميا كل شيء اللي معاصر للحدث بتوصل الصحافه الاصح. يعني طبعا لما عم تقول انا هون عم بتغني على مسرح بيروت سنه ال 43 مظبوط، في صورة يعني لا هيك خبر صحفي بس مش كان نقد صباح. انا استندت لتاريخ، بس المصيبه عندنا ما في تاريخ. مثلا مرقنا نحن يمين الحبايب، انا لقيت يمين الحبايب كان لي بدور غير مباشر بايجاد هذا التسجيل الضايع، هو من سهره تلفزيونيه ضايعه. يعني في سهرات تلفزيونيه اللي مصوره قبل ال 65 كانوا يستخدموا غير نوع افلام بوبين، اوكي، فما صار لهم كونفرتد للحديث ضاعوا. ففي عندنا ثلاث سهرات لفيروز تلفزيونيه ضايعه رحبانيه بعدها ضايعه. هيدا ليش زمطت؟ ايه بعدها ضايعه، بس هيدا ليه زمط؟ استعملوا هذه الاغنيه، وانا بذكرت تذكرت انه مستعملها رياض شراره ببرنامج كان يقدمه هيدا بسنوات الحرب ذكرتها. يعني رجعتوا لارشيف رياض شراره الانياب ببرنامج رياض شراره. ايه اوكي، خلينا نقول انه فيروز اسمها مش مدرج من بين 12 اسم يلي نقيته، لانه بلشت منا بالاربعينات. ايه، ولانه بال 53 في مقال يعني كان واحد مسحتهن جميعا. كيف يعني؟ يعني طلعت حاله جديده اجت مختلفه جدا، مع انه حالي عكسية عن هول. يعني هولي بغنوا بكل الصالات سوريا وبلبنان وبفلسطين وبالعراق وبيحلموا يروحوا على مصر. فيروز بثلاث اذاعات مع الاخوان الرحباني بدون ما تظهر. يعني فيروز بقت سنتين صوت ما في صورة،
حينشر اخر سنه ال 51 صوره هالقد الصياد. هذه اول صوره تنشر للمطربه فيروز. طب اوكي غنت يعني بثلاث اذاعات صار في حالي اسمها الاغنيه الفيروزيه الرحبانيه تركت لهم مجال بالاربعينات. هون في شيء بيخلق ما مثل ما عم قلك مش بس الصوت يعني في هذا اللي عم تحكي مثلا شفنا هون صوت خارق طبعا كتار مطربات صوت خارق نور هودك اكيد صوت خارق طبعاً. بس ما عاد في الحاله راحوا رجعوا يغنوا بالاذاعه لكل المطربين لكل الملحنين. عملت ثلاث مسلسلات تلفزيونيه مش صحيح انه عاشت بالظل بس ما لمعت ما نشرت يعني ما رجعت هذا يعني جربت بس كلهم بيقولوا لك نحن انه انحطاط الاغنيه وكذا ونحن عشان هيك قعدنا فضلنا نعتزل ما اعتذروا مش مزبوط ما كان في لحن مناسب بس الباقيين ما اعتزلوا مثلا بتقري زكي عمدان اللي هو صوت خارق مسجل 2000 اغنيه ما بينسمعوا غير هالكم اغنيه اللي نجحوا هون بالإذاعة لا هون الإذاعة شيء وصورة تانية شيء تاني بسنة ال 61 صورة مركبة هيدي صورة مركبة يعني يمين الصورة شيء وشمالها شيء تاني. طيب مقابل هالسيدات ال 12 بالأربعينات مين كان في رجال؟ كمان كان غير زمان ما عندك كمان بلا مثلا أشهر صوت اللي بسموه عبد الوهاب لبنان هلا انتسى كليا صابر الصفح نعم صابر الصفح طب ما الاسم كمان تخصص له بالاربعينات مطرب الشباب لقال لك شو اسمه هلا اني غايب اسمي عن راسي نسيت هلا بيرجع لي بأي سنة؟ بالاربعينات نحن عم نحكي الاربعينات طب لازم بالكتاب جاوب عبد الوهاب لبنان اسمه شو غنى؟ لا انه لقبه انه كان اشهر واحد شو غنى؟ كثير روحي على الاذاعه حتلاقي له هذا هو؟ لا 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 ايه هذا صابر الصفح بالضبط ايه شو غنى؟ غنى من هلا غنى شيء معروف؟ لا ما بنذكر له ولا غنيه هلا حتى التفتيش ممكن يعني تعمل كتاب عنهم حتى معمول الاخوان الرحبانيين عاملين له بهذه ممكن الشهوات. تصدر كتاب عنهم هالشخصيات اللي برزت اقل نجوميه من هول اقل نجوميه من هول اقل نجوميه يعني اكيد مثلا بكل بساطه لاقول لك مثلا تلاقي سنه 48 عامل سعيد فريحه ثلاث حلقات بالصياد مطربي لبنان مطربي فلسطين مطربي سوريا الثلاثه تتفاجئي هالاسماء كلها انتسيت ما حدا يعني دماج. كانت اسماء كبيره ودخلت كله كان غير عم نسمع يعني كان شو اسمه رجع ذكرني باسمه صابر الصفح صابر الصفح صابر اوكي ايه؟ خلينا بس هيك نشوف اذا بتلمع براسنا الغنيه لبسمة الهنا للحن المخملي لملهم الغناء يا روح حللي لبسمة الهنا للحن المخملي لملهم الغناء أطلت هلو صوته قدير بس تعذب والحشرية قدير لوين بتاخدك وبتلاقي النتيجة توصل بتحس حققت الهدف اللي بدك اياه انه بمصت لما بكتشف شيء مثلا بموضوع الفيروز الاخوان الرحباني ايه كثير بمصت انه مثلا هلا انت من طفولتك يعني بقيت سنين فتش مثلا في روايه انه دائما روايه رسميه انه اول ظهور لفيروز على المسرح كان سنه 57 ببعلبك لبنان يا اخضر حلو لابسه ابيض وازرق وضوى صبري الشريف الضوء انتحك 100% بتذكر المشهد فتش 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 لا ظهرت بلش اول ظهور على المسرح 52 بدمشق على مسرح سينما دمشق ضمن حفل جماعي للاذاعه يعني لمناصرة الجيش كان صار لها سنتين بتغني بس مش ظاهره واول ظهور لها على المسرح كان بدمشق لانه الاذاعه السوريه بكل احاديث منصور انه نحن اذاعتنا كانت كثير متواضعه اذاعه سوريه حظيت بمدير اسمه احمد عسي دائما منصور رحباني بكل احاديثه بيذكر اسمين مصر. احمد عسي وصبري الشريف انه هو اللي تبنونا واللي امنوا لنا شو هن عندهم استوديو وفريق وكذا الاذاعه كانت كل شيء يعني هي اللي بتبث ما في اسطوانات ما كانت دارجه بعد يعني اول اسطوانه لفيروز 53 ما في بعد اسطوانات يعني اسطوانات اللبنانيه معدوده جدا بيضا فون اول شيء عتاب معروفه بعدين اللي صاروا نعرفوا الاول اسطوانات لا اول اسطوانات الحقيقه بيضه بس مش مشهورين ابدا اني ثلاث اربع اسطوانات لفيروز مش مشهورين؟ لا بعدين نعرفوا وكل اللي بيسمعوا بيقول يعني. مش فيروز اول شيء يعني هن يا حمام واحبك مهما اشوف منك
لحليم الرومي وغنيتين لنقول المني يا بايع قلبك من هلا نقلنا الحديث من الاربعينات الى هول بس مطلع الخمسينات هول 51 يعني الاربعينات مهدوا بالنهايه هول ما بينفصلوا اوكي طيب استاذ محمود بعد ال 55 في شيء ثاني اذا بدك كيف شيء ثاني يعني بصير في اغنيه ثانيه يعني هل زمن تاني ايه ايه بعد ال 55 صار في اغنيه شكل تاني هويه جديده ايه للاغنيه ايه يعني نحن لما بنسمع هون بنلاقيهم كثير فقراء بالتوزيع مثلا جدا كثير كثير بسيط التوزيع اغاني فيلمو ونقول المني وكثير بسيط اللي فيهم محاوله اوركستراسيون خالد ابو النصر اللي فعلا بمهد لعصر الاخوان الرحباني بتلاقي انه نفس الاهتمام كمان حليم عنده نفس هذا الاهتمام تفهمي كله كيف ولد يعني كيف هذه الأغنية ولدت طيب كنت دائما عم بتقول انه ما في شيء بيخلق بلا شيء كل شيء ببلش بمهد لشيء ثاني طبعا عم بتقول انه في فنانات انطفوا او طبعا حتى ما بيقولوا مثلا زكية حمدان صوت خارق بعدنا بنسمع خمس اغاني لزكية حمدان حتى طيب. فيتي بس خليني اسال شغله وسليمة بنعرف واذا بدنا نسمع غير شيء بنسمعها عم بتغني الكرنك لعبد الوهاب اوكي في حين عندها فوق ال 2000 غنيه هلا اذا بتلاقي حديث لها بتقول لك انا اعتزلت سنه 58 مش مضبوط بدك تغني لحد ما مثل نازك اذا فتحتي على النت بيقولوا لك اعتزلت ووقفت انا مش مضبوط بسجلي اخر غنيه سنه 79 طيب هالاسامي كلها باستثناء اخر لحن لحليم الرومي غنته نازك بتكتشفي انه سنه ال 74 بالاغاني اللي كانوا يعملوهم للاستقلال في اغنيه لنازك، يعني في اغنيه لما فيروز عم تغني احكي لي احكي لي ولما مجد الرومي في عم بحلمك يا حلم في غنيه لنازك يلا رح طيب نسمع لا قبل ما نسمع ايه؟ في 12 اسم باستثناء صباح ايه؟ اللي بقيت النجمه ايه كلهم بحسب يعني تعبيرك انطفوا مش انطفوا بس لحظة يا محمد ما انطفت بس دلت محلة دلت أوكي. خليفة أم كلثوم المظلومة ما بيجي وقت ما بيجي وقت الفنانة كمان خلص بيخلص وقتها يعني إلا بعض الاستثناءات بالعالم لا كل فنانة بيخلص وقتها طبعا ايه اكزاكتلي ايه بس هن بذروة يعني كلهم حتلاقي كفر بفترة ما كانوا هن بالقمة نجمة لبنان وسوريا الأولى ايه ما في سنة عندها هلأ مجلة صباح الخير المصرية ومجلة الاثنين المصرية على الغلاف هذا اللقب حتى نورهان عندها اللقب نجاح سلام بال 53 حضنتها الإذاعة المصرية صرنا بعصر صوت العرب يعني صوت العرب لكل العرب في ركن غناء لكل بلد الإذاعة المصرية عملته بأيام صوت العرب إنه في ركن الغناء اللبناني ركن الغناء السوري ركن الغناء التونسي ركن الغناء فجابوا حتى في الموهبة بيغني اللي هو كان مغني بالأربعينات وبطل يغني راح سجل أغاني بمصر فهيك بس ما لمعوا إيه مزبوط طيب شو سر صباح كاريزما صباح كاريزما وذكاء أكيد وفي شيء يمكن العرض المناسب بالوقت المناسب في شيء كيمستري لانه كمان قلت لك حتى الملحن موظف فانا الموجي عمل اغاني لصباح وعمل اغاني لنازك وعمل لنجاح سلام الحينه لصباح اجمل يعني نفس الشيء بس هني في كاريزما في هيك في مرات الملحن بحس بده يعطي لهالشيء يلمع والحيني عادي ما في شيء يعني بس كلهم يعني مغنيين لاكبر ملحنين انه نازم بغني الى الاصبجي بمصر ايه بس الاصبجي بهذه الفتره ما عاد الاصبجي بالاول ذكيه يعني كانت ذكيه ذكيه ما راحت على مصر حاولت راحت بس ما هيدا دلت عم بحكي عن صباح كانت ذكيه مش ذكيه حمدان حتى صباح كخاص يعني صباح بتخلق ملحنين يعني ملحنين مبتدئين صاروا مع صباح منهم ياس الرحباني نفسه ياس نجح اول نجاح ب 65 مع صباح طب نجاحه صعد هو ضل خمس سنين يلحن بالاذاعه بس نجاحه الاول مع صباح باي اغنيه؟ من عدة ألحان بالأفلام مرة مثلا أنا بحب أغنية اسمها حاجة تشد لي عايدي بس طبعا التوب هو هالي دبكي يبغى هو طبعا طب سؤال هيك بس بعد في دقيقة خلص الوقت إيه إيه عندك شيء أسطواني شيء غلاف مجلي شيء عن جد ما بعرف أنت بتحسه كنز لإلك لمقتنياتك الخاصة لا كله يعني هو اللي بعدني بقتنيون لأنه كما قلت الطريق التعرف في هذا التاريخ هو بديك المجلات خصوصا المجلات الإذاعية كانت الإذاعة تحط كل البرنامج مش بس هيك في صفحة شو حنسجل هذا الأسبوع ومواعيد التسجيل
والاغاني جديده، فكلها بتكتشف. زرت مصر وسوريا كمان اثناء ايه عن طريق طبعا طبعا لا سوريا. طيب هلا قبل ما يخلص الوقت كتاب الاخوين رحباني وفيرو خلص الوقت اوكي، اي متى؟ ان شاء الله على الطريق. يعني قديش؟ هذا تريولوجي سنة مش كتاب تريولوجي. ايه بس قديه بده وقت؟ ان شاء الله السنه الجاي اول جزء. اول جزء من 48 ل 56، ثاني جزء من 57 ل 66، ثالث جزء من 67 ل 72 موقف على مرض عاصي. يعني ليش؟ وقتها مرض عاصي خلص. يعني انا بعتبر انه في شيء مثل ما قلنا كامل كليتي هيدا بيوقف، وبعدين يمكن بلش خط جديد. لا مش تمام عظيم ممكن في كثير، بس انا عم بعمله عن الاخوين الرحباني. الاخوين الرحباني وقتها بيغيب واحد بصير بس ايه يعني الحقيقة منصور بقول الذي غاب مرتين عاصي بعد ما مرض خلص ما عاد في عاصي، يعني ما عاد في دق يعني انه أوكي. بس منصور بحب خيه بشكل ابقى الاسم حي يعني واضح يعني هذه حيلي ان شاء الله يكون حدا من الولاد عم بيحضر. استاذ محمود زيباوي يعني من حديثك ما بعرف قد ايه بعد عندنا وقت، بس من حديثك عن جد بنلاحظ اوكي نجيب قديش فخور انت باللي عملته. نحن بدنا نقول لك انه عن جد نحن يعني فخورين. ارشفت مرحله في شغف ما بينعمل. ارشفت مرحله عن جد كنا شغف مع بحث حلمي تحاولي تكتبي بشكل متجرد كليا. يعني قالوا لي ايه انا ما ماني مغرم بهول، يعني اذا بتقولي لي شو بحب من هول يمكن بحب كم غنيه لنازك، بحب كم غنيه لزكيه حمدان، اكيد الباقي ما بس منهم فهمت انه شو اذا بدي اعرف شو الاغنيه اللبنانيه. بدنا نقول نحن شيخ الاغنيه اللبنانيه نور يا ربي نقول المني وفي الموبي لا تكتشفي شو هو. بس هلا صار في مرجع موثق وهذا اللي عم بقول يعني حتى استاذ الياس السحاب قال انه صار في مرجع. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك بتعقد. نحن لهون بنكون وصلنا لختام الحلقه، بكره حلقه جديده على 7:30 لاقونا. باي والله طويل.